سوق العمل من المتوقع أن يصل إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2026. المعلوماتية الحيوية علم يوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة كمية هائلة من البيانات البيولوجية. كونوا جزءاً من هذه الثورة الرقمية. نقدم لكم في فايل العلوم برنامجاً مكثفاً مدته 4 أشهر ينقل مهارتك في مجال المعلوماتية الحيوية إلى مستويات متقدمة. ولكن ماذا يعني أن تكون متخصصاً في هذا المجال؟ يعمل علماء المعلوماتية الحيوية على دمج علوم البرمجة وعلوم البيانات والتعلم الآلي مع علم الأحياء، ويتعمق علماء المعلوماتية الحيوية في مجموعات ضخمة من بيانات أوميكس، جينوميكس، ترانسكريبتوميكس، بروتيوميكس، ميثيلوميكس وغيرها الكثير. يقوم علماء المعلوماتية الحيوية بتحليل البيانات وجمعها وفهمها مستعينين بالذكاء الاصطناعي حتى يصبح للبيانات المجموعة معنى. يلعب علماء المعلوماتية الحيوية اليوم أدواراً ضخمة في المجالات الصناعية مثل الصناعات الدوائية، الطب الدقيق، الفهم العميق للجينات، علم الصيدلة الجيني، التكنولوجيا الحيوية والزراعة. انضموا إلينا الآن وكونوا جزءاً من هذه الثورة المستقبلية. في حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار لا تترددوا بالاتصال بنا اليوم. تخصص المعلوماتية الحيوية من فايل العلوم.